بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، الدرس الأول، النص الأول، نص عباد الرحمن. هذا النص كل عام نقول للطلبة أنه إجباري في الامتحان، وبنسبة 99% يأتي في الامتحان. النص حفظ. الله سبحانه وتعالى يصف عباد من عباده، من خلقه، أنهم عباد الله. هذا شرف ومكانة ليس بعدها مكانة، لكنها ليست حكرا على أحد. أنا وأنت وأي إنسان يستطيع أن يتمثل بهؤلاء العباد، أن يكون من هؤلاء العباد، إذا اتصف بالصفات التي حددها المولى تبارك وتعالى. آيات من سورة الفرقان، يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. عباد الرحمن، عباد المفرد عبد وعابد، عندما يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء العباد بأنهم عباد الرحمن، التكريم والتشريف والتعظيم لهؤلاء العباد. الذين يمشون، المضارع دايما يفيد التجدد والاستمرار. يبيتون أيضا، أفعال المضارعة تفيد التجدد والاستمرار. يمشون على الأرض هونا، أي في سكينة ووقار وتواضع. يبقى أول صفة، يمشون في تواضع وسكينة ووقار. وإذا خاطبهم، أي حدثهم، الجاهلون أي السفهاء، قالوا سلاما قولا يسلمون من أذاهم. يبقى ثاني صفة، يردون الإساءة بالحسن. والذين يبيتون، والبيات يكون ليلا، أي يقضون معظم الليل. يبيتون لربهم، إما سجد وإما قيام، السجود والقيام أي العبادة. يبقى حالهم بالليل العبادة الدائمة لله سبحانه وتعالى، سجدا وقياما. وضع الكلمتين وتقديم سجد على قيام، لأن السجود أفضل عند الله سبحانه وتعالى من القيام. سجد مفرد ساجد، وقيام مفرد قائم، والكلمتين ممكن يكونوا بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه. والذين يقولون ربنا، الدعاء بقى، ربنا يا ربنا، وحذفت الأداة لقرب العباد من ربهم. اصرف أي ابعد عنا عذاب جهنم، عذاب جماعة، أعذبة وعذابات. إن عذابها كان غراما، تعليل لما قبلها، وأسلوب مؤكد بإن يدل أن العذاب ملازم لصاحبه، غراما أي ملازما لصاحبه. إنها ساءت أي جهنم أسوأ مكان للمستقر والإقامة، أي أسوأ مكان للجلوس فيه. يبقى إذن من صفاتهم متواضعون، يردون الإساءة بالحسنى، يقضون معظم الليل في عبادة، يدعون الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم. بقية الآيات: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآيات: الذين إذا أنفقوا، حالهم عندما يبذلوا أموالهم، لم يسرفوا يعني لم يكونوا مسرفين مبذرين منفقين بكثرة، ولم يقتروا ولم يكونوا بخلاء، وكان بين ذلك قوامة أي اعتدال. يبقى إذن عباد الرحمن معتدلون في إنفاقهم، يسرفوا ويقتروا بينهما تضاد. والذين لا يدعون، ثلاث صفات وثلاث كبائر حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده.
أحل لهم الصفات الكثيرة وحرم عليهم ثلاثة محرمات هي من الكبائر. الأولى لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون بالله سبحانه وتعالى، ولا يقتلون النفس، والنفس هنا جمعت الإنسان وغيره التي حرم الله إلا بالحق، طالما ما فيش منفعة أو سبب أو واجب للقتل لا تقتل. ولا يزنون، أي لا يرتكبون فاحشة الزنا. وكان ومن يفعل ذلك، أي من يفعل تلك المحرمات الثلاثة الشرك وقتل النفس والزنا، يلقى أثاما، أي عقابا. ما هذا العقاب؟ هو التفصيل بعد إجمال. يضاعف له العذاب، أي يكرر ويزاد له العذاب يوم القيامة. ويخلد، أي يظل ويبقى لا يخرج من النار، فيه مهانة، والعذاب فيه إهانة، إهانة معنوية، تحقير وإذلال للكفار. طيب، هل في باب للتوبة؟ نعم، باب التوبة مفتوح، إلا من تاب، هو الاستثناء. لمن يتوب سوف إيه؟ يسامحه الله بإذنه سبحانه وتعالى. لكن التوبة لها شروط، التوبة مع الإيمان مع العمل الصالح، ثلاث درجات، توبة وإيمان وعمل صالح. من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ما جزاؤه؟ يبدل، أي يغير سيئاتهم حسنات، سوف يبدل الله هذه السيئات بما ارتكبوا إلى حسنات، والسيئات والحسنات جمع علشان تفيد العموم والشمول، بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه. وكان الله غفورا رحيما، هي ختام مناسب جدا للآيات، لأن الآيات فيها غفران ورحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. وكان هنا لا تدل على الماضي وفقط، لكنها تدوم على دوام غفران الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وفقكم الله أبنائي وبناتي إلى ما يحبه ويرضى.